فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم من ابتلي بسلس البول عندما يؤم الناس أن يكونوا إماما بهم؟ هل يجوز له ذلك أن يكون إماما إذا لم يوجد أحد غيره يصلح أن يصلي بهم؟ اللي به سلس البول ما تجوز إمامته إلا بمثله، أما السليم فلا يجوز أن يصلي خلفه، لأن صلاته استثنائية. صلي ولو قطر البول وهو يصلي، صلاته صحيحة استثناء، لكن لا تصح صلاة السليم خلفه، إنما تصح إمامته بمثله ممن بهم حدث دائم. نعم.